تفاصيل هذه النشرة، حيث يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبت المقبل لإعلان نتائج نهائية لتعداد السكان عام 2017، ويعرض المؤتمر عدد السكان وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي. وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز أن البيانات خريطة معلومات متكاملة لتمكن صانع القرار من اتخاذ القرار السليم. ولمزيد من التحليل تنضم إلينا في الاستوديو دكتورة غادة شريف الكاتبة بالمصري اليوم. دكتورة غادة، أهلا بك معنا في هذه النشرة. أهلا بكم. إذن برأيك، هل تعتقد أن الرئيس سيبدأ معركته لمواجهة الكثافة السكانية من هذا المؤتمر كما وعد في مؤتمر الشباب الأخير؟ أنا نفسي يكون العنوان مش مواجهة الكثافة السكانية، نفسي يكون استغلال الكثافة السكانية. يعني هكذا نهضت الصين وهكذا نهضت الهند، وهم كانوا بادين بقاعدة سكان أعلى من دينا دلوقتي بكتير، وما زالوا بيستفيدوا بها. دول يعني لا هم مسلمين ولا موحدين بالله، واعتبروا أن هذه الكثافة السكانية نعمة من الله واستغلوها صح. هنا احنا بنقول ان هيتعرض في المؤتمر ده عدد السكان في القرى المختلفة حسب التوزيع الجغرافي وخصائص هذه القرى. انا بقى واقفة عند الخصائص دي. كل قرية فيك يا مصر متميزة بحاجة معينة، حرفة معينة، زراعة معينة. لو احنا وظفنا الناس في مكانهم، يعني مش هقول بقى ناخد الشباب ونبدرهم كده في الصحراء هيعمروها وهيعمروها لو عملنا كده، لكن انا بقول احنا زمان حتى لما نقرا في كتب الرحاله بتوع زمان كانوا دايما بيتكلموا على الاسواق اللي مشهوره بيها مصر على طول مجرى نهر النيل. القريه دي بتزرع كذا وفي اسواق هنا، والقريه دي في اسواق هنا، ومش شرط تبقى زراعات، ممكن تبقى منسوجات، ممكن تبقى خزف، ممكن يعني كل قريه. بس احنا محتاجين حد يحط دماغه بجد في الموضوع ده. كل قرية فيك يا مصر بتمتاز بحرفة معينة، بتمتاز بصناعة معينة على 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 اختلاف السكيل بتاع الصناعات. فأنا نفسي إن احنا نهتم، نعتبر الكثافة السكانية دي نعمة من ربنا ونستغلها، نستغلها مش نحاربها ولا نواجهها ولا نسعى لتقليلها. هم النهاردة العشوائيين، الناس اللي هم في العشوائيات أو الناس الفقراء، ليه بيخلفوا كتير؟ لأن هم بيعتبروا الخلفة دي عمالة. إذن أنا النهاردة عندي هذه الفئة من الناس أذكى 100 مرة من الدولة، لأن هي اعتبرت أن الخلفة الكتير دي نعمة من ربنا وإيد عاملة يشغلوها يستفيدوا بيها. طب ما احنا عن نفس الفكر، نفس الفكر، نعتبر كل ده، وهو مش نعتبره، هو فعلا كده إيد عاملة ونشغلها، نفتح لهم المصانع، الأراضي الصحراوية تتفرد قدامهم، القرى نشوف إيه الحاجات اللي هي بتتميز بيها ونساعدهم فيها. إذا تمت مواجهة الكثافة السكانية أو تم استغلال الكثافة السكانية بهذا الشكل، فهي لن تكون مشكلة على الإطلاق.